ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. من سورة الفتح، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب.